بعد الربح ضد إيران واحد بليش نهار الجمعة في رادس، زاد البارح المنتخب الوطني انتصار ثاني في ثاني مواجهته الودية على طريق المونديال وبنفس النتيجة، نفس السكور، نفس الهداف. هذا يمكن الشيء الوحيد اللي يجمع بين المقابلتين، لخاطر البارح وبعد المردود المتوسط اللي رينا ضد إيران رينا برشا كورة، ورينا خاصة منتخب يفرض سيطرة مطلقة على كوستاريكا اللي لعبت ربع نهائي آخر كأس عالم في البرازيل. رغبة المنتخب في الخروج من نتيجة اللقاء بدأت من دقيقة الأولى، وبعد خدمة كبيرة من سليتي رجل بداية هذا اللقاء في وسط الميدان، علي معلول يرجع له الكرة ورأسيته سهلة في دين نافاس. دقيقة السادسة كرة من الوسط، ساسي الخاوي يديكالي البدري اللي خرج وابي الخزري، واللوب بتاعه من برا من 18 ما كانش بعيد برشا على افتتاح النتيجة. في الدقيقة الثامنة وسط ميدان ديبورتيفو لا كورونيا، سيرسو برخس بمقاسية كان قريب من افتتاح النتيجة. من بعدها المنتخب عاود خدا زمان مبادرة. في الدقيقة 22 مريح ما عرفش كيفاش يتصرف مع توزيعة الخاوي. في الدقيقة 35 كورة ديلان براون من اليمين في العمق تعطي القائد وهبي الخزري إمكانية التلاعب كاندال وستون قبل ما يتعدى حارس الريال نافاس ويفتتح باب التسجيل. في الدقيقة 37 وهبي مرة أخرى ياخذ فرصته والكرة عالية. في 41 أنيس البدري ياخذ الكرة من نص الميدان يخترق الدفاع وكورته مش بعيدة على القائد. الشوط هذايا اختتم المنتخب بجملة كروية عندنا برشا ما شفناهاش، 12 تمريرة وفي الاخر توصل الكرة لسليدي اللي سدد فوق المرمى، وهذا رغم علينا الحكم على تسلل. في الشوط الثاني جهة اللي صار الاتاك بتاع تونس كملت على نفس الوتيرة، تواجد الخزري سليتي والحداد اللي عاود معلول منذ بداية الشوط الاول. المنتخب عمل برشا محاولات اما حاول اكثر المحافظة على النتيجة، الشيء اللي خلينا نعاود نكتشفه مرة اخرى الياس صخيري في وسط الميدان، وتعرفنا اكثر على حارس شاتورو مواس حسين اللي ورا صنعة كبيرة وحافظ على نظافة شيبيكو في اخر محاولة لكوستاريكا على كرة ميتشيل في الدقيقة 82. من جهته نبيل معلول جرب اكثر من لاعب وقام بخمسة تغييرات، والروج اللي خذا مكان الخاوي في الدقيقة 59 كورته بعد توزيعة البدري القات القائم متاع كايلور نافاس. مباراة الأليانس ريفيرا البارح في نيس ورا فيها المنتخب برشا تطور وبرشا خدمة. والربح بتاع البارح يمكننا من بلوغ مرتبة 14 تاريخية في ترتيب الفيفا ويخلينا نطمع فيما خير في كأس العالم.